السلام عليكم الطفل. السلام عليكم الطفل الذي يدرب النار. إذا كنت بعمل شيء وحست حاجة. بس كنت شيء كمان ده لحظة. المية بتاعته غريبة خالص، فجربت هنطلع فوق. شمبانز النهارده بصور بيت الشمال، مش عارف امسك طبعا عشان الشاي. هنشوف ازاي النهارده بيصنعوا الكمامة، هنعمل اختيار الكمامة، الكمامة دي والكمامة التانية. كل شوية تبقى الشاي منظره غريب. اول مره اعمله يطلع كده. الدنيا هوا فوق فهخبي الشاي حالا. خبي في الحته دي كده، حط على حاجة. هكفى عليك الكرتونة دي يا جدعان. لو انت شايفين ولا اكني في شاي ولا حاجة، هنزل بقى اجيب الكمامة التانية. الجو بس اهو بضلمة شوية. دلوقتي جبتها يا جدعان، اجيب بقى الشاي تاني، اثبت الكاميرا في حته بس. كده عشان حالا بصور بتابلت اصلا. ده كده عارف الكمامة الأولى، دي الكمامة التانية.
فنحطهم هنا. هنجيب حاجة بس الأول، هنجيب الأول حاجة بس الأول ندوق الشاي الأول. جدعان بس فترة كده مصورتش عشان كنت ورايا فرحين. وسافرت برضك وجاي. حلو. انزل بس هجيب حاجة بس الاول لحظة خليكم معايا. رجحت لكم تاني يا جدعان. ودلوقتي اللي انا جبته، جبت مية مية. دلوقتي هنشوف سر الكمامات. دلوقتي هنبدأ بدي صور لكم برضو كل حاجة. كده عن فيها المية وما بتسقطش. المية فيها اهي وما بتسقطش. المية هنا ما بتسقطش. نجرب بقى القوامة التانية اللي هي دي. دعم ما فيها ما فيها. والمية يعني ديكو ماما وحشة. ديكو ماما وحشة. انا بصوا بس بتتغسل برضو. كفاية شوية مية هيكم. دعم المية فيها ما بتسقط من تحت. خليكم ملاحظين المية يا جدعان. ما سقطت هنا. يعني دي الكمامة الوحشة. دي الكمامة الحلوة. يعني ما بتسقطش حتى. نجرب بقى بمية الشاي. استاس عبي بالمعلقة عشان ما تقول. حملت برضو كل ما اللي فيه. جدعان ما تشاحي ما بتسقطش من تحت. اوريها لكم. ما بتسقطش من تحت. نجرب بقى بدي الكمامة دي. جدعان مفترين الكمامة دي بعشرة جنيه والتانية بخمسة. وعلى الاقل دي مدتينة. جدعان والله الشاي وقع على ايدي. دي بتوقع برضو كجدعان. عاوز حاجة تمسك اقصادي. بس انا جاتلي فكرة كده.